مرة تانية تحطت في الأمام إلى مابولولو، عدى مابولولو مش ممكن، ولسه والجول التاني يا بنيامين بواتينج. بنيامين بواتينج ادي المتابعه الرائعه جدا، والاتحاد السكندري يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 23 من المباراه. يا 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 بواتينج في الدقيقه 23 يخلي النتيجه 2-0 ويصعب المأمورية تماما على نادي فاركو. هادي اهو بنيامين بواتينج يسجل هدفه الثالث هذا الموسم، ويعني تتسع رقعة الهدافين في نادي الاتحاد السكندري الى 4 لاعبين، لانه كانوا 3 لاعبين، بواتينج ده مسجل السنة دي، ومابولولو مسجل ايضا السنة دي، واسلام ابو سليمة. ادي الكرة من طبعا مابولولو، دي كرة جول برضو لمابولولو، انما فضل انه يلعبها عرضية لبواتينج، طلعت من الدفاع من باباكر نداي لكن اتصلحت كده، لقاها متقشره. ده هجمه افريقيه خالصه، تخيلوا هجمه افريقيه خالصه من بنيامين بواتينج الى مابولولو، حطها عرضيه اللي طلعها السنغالي باباكر نداي، وبعد كده كمل فيها اللاعب الغاني بنيامين بواتينج. يعني بصوا من غاني الى انجولي الى بيطلعها السنغالي يحطها مرة تانية اللاعب الغاني.